بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج. إن شاء الله النهاردة هنكمل حديثنا في مادة الاتصالات عن العدد التليفونية وأساسيات الاتصال. شرحنا الحلقة اللي فاتت واتكلمنا عن يعني إيه ميكروفون وإيه هي الأجزاء اللي بيتكون منها العدة التليفونية، ووريناكم التليفون الميكروفون قصدي سوري وريناكم الميكروفون بيكون من ايه، وكمان شفنا السماعه وتركيبها والتكوين الداخلي بتاعها. وان شاء الله النهارده هنكمل كلامنا وهنبتدي كلامنا بجزء مهم جدا في العده التليفونيه، وهو الدايل. يعني ايه دايل؟ ده يا اولاد معانا ده شكل الدايل اللي هو القرص الخاص بعمليه اللي احنا بنتصل بايه بالاشخاص اللي احنا عايزينهم. فاحنا ليه ما بنقولش ان هو كله كجزء كامل ما بنسموهوش قرص؟ لان هو القرص ده اللي هو الجزء الامامي اللي انا شايفاه ده، انما في حد ذاتها كلمه الضايل اللي هي القرص بالاجزاء السفليه للقرص ده. فعندنا اول حاجه بنقول ان انا عندي الضايل ده شكله خلاص، بستخدمه في ايه؟ بستخدم الضايل ده في عدد التليفون الأوتوماتيكية، في عدد التليفون الأوتوماتيكية، لأن هو الدايل بيقوم بتوليد مجموعة من النبضات اللي بيتم إرسالها إلى السنترال. يبقى الدايل بيولد مجموعة نبضات بيتم إرسالها إلى السنترال. النبضات دي بتيجي من إيه؟ من إن أنا ببدأ أقوم بعملية الاتصال بالأرقام المطلوبة. يبقى دي أول حاجة اللي هو الدايل أو قرص النداء. عندنا بعد كده الدايل دوت، انا لما ببتدي اقوم بعملية الاتصال طبعا النبضات اللي تم ارسالها ديت دي بتعبر عن رقم الشخص اللي انا بطلبه، رقم الشخص اللي انا ايه بطلبه. تمام. الدايل دوت انا عندي بيتركب من جزئين. اول حاجة الدايل عندي فيه جزء خارجي اللي هو باين في الشكل تحت، الجزء الخارجي اللي هو ده. تمام. ده اسمه الجزء الخارجي للدايل. عندي بعد كده الجزء الثاني اللي هو الجزء السفلي اللي بيكون تحت القرص دوت، وبيكون القرص الجزء السفلي دوت عبارة عن ريش اسمها ريش التلامس وريش الفصل. يبقى أنا عندي الدايل جزئين، جزء خارجي وجزء سفلي، والجزء السفلي عبارة عن ريش تلامس وريش الفصل. بيتكون عندي اول حاجه الجزء الخارجي ده العلوي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من القرص العلوي اللي احنا شايفينه ده. القرص العلوي دوت يا اولاد عباره عن مجموعه من الفتحات. تمام. وبيكون الجزء العلوي او القرص العلوي ده هو الجزء القابل للحركه، وبيكون فيه 10 فتحات بتبدا من الصفر الى خلاص من 1 الى 9 وبعدين رقم الزيرو. يعني عندي الزيرو وبعدين من 1 الى ايه الى 9. تمام. وبيكون القرص ده بيحتل تلتين، الجزء اللي هو المثقب او الفتحات دي بتحتل تلتين محيط القرص، لان زي ما احنا شايفين ان انا عندي القرص مش كله فتحات، لا في جزء هنا هوت في جزء ما فيهوش فتحات، عشان كده بنقول ان الفتحات بتحتل تلتين القرص. تمام. وطبعا بتكون كل فتحة مساوية للتانية يعني متساوية الاقطار. ده بالنسبة للجزء الايه الجزء الخارجي. طبعا الجزء الخارجي ده بيكون اللي هو الجزء الخارجي المتحرك، تحتي خلاص الجزء الخارجي الايه الثابت. الجزء الخارجي الثابت ده هو الجزء اللي بيتكتب عليه الارقام. يبقى انا عندي جزء اللي هو انا بتصل منه اللي هو المتحرك، وتحت منه بيكون في مجموعه الايه الارقام اللي هي الزيرو ومن 1 الى ايه الى 9. طبعا علشان اقدر اتصل بايه باي رقم فبيدل على 10 ارقام. تمام. ده بالنسبه للايه للجزء الخارجي. يبقى انا عندي الجزء الخارجي جزئين، ثابت ومتحرك. ثابت وايه يا اولاد؟ ثابت ومتحرك. طبعا الفتحات بتاعتنا اللي هي في القرص دي بتكون مفتوحه علشان بتظهر الارقام اللي تحت، وعلشان اقدر اقوم بعمليه الايه الاتصال.
بعد كده عندنا الجزء السفلي، احنا قلنا ان الجزء السفلي للدايل بيكون ريش تلامس وريش فصل. طيب انا عندي عبارة عن ايه بقى ريش التلامس وريش الفصل دي؟ هي عبارة عن مجموعة من الريش عاملة زي الشرائح المعدنية البسيطة، وبتكون شرائح دي رقيقة جدا وفيها نقط تلامس، تمام؟ فبنقول ان هي عبارة عن مجموعة ريش. الريش ديت بتقوم بايه يا اولاد؟ بتقوم بتقطيع التيار. انا عندي بقوم بعملية الاتصال، فاول ما بلف ايدي بحط ايدي على الرقم والف كده الرقم، بيحصل ايه؟ عملية اتصال. ففي عندي اثناء الرجوع انا لما بتصل بيبدأ الايه؟ القرص ده يرجع لمكانه ايه؟ لمكانه تاني. اللي بيحصل انا عندي اثناء الرجوع بيبدأ يدي مجموعة من النبضات، تمام؟ بتبدأ النبضات دي بتساوي الرقم اللي انا بدأت بعملية الاتصال ايه عليه. يعني انا لو انا مثلا ضربت على رقم 3، انا اول ما بلف كده بيبدأ يرجع تاني لوضعه الايه الطبيعي عشان اكمل الاتصال بباقي الايه بباقي الرقم. فبيتم ارسال مجموعة من الايه من النبضات. النبضات دي بتختلف لما انا مثلا الف على رقم 3 او 5، تمام؟ ده بالنسبة للايه للجزء الايه المتحرك عندي اللي هي بتعمل عمليات الخاصة بريش التلامس. بعد كده عندي ريش الفصل. ريش الفصل دي هي عبارة برضو عن مجموعة من الريش اللي هي بتقوم بقفل السماعة. انا عندي الريش يا ولاد دي عندي مجموعة من الريش بتكون خاصة ان هي تقفل السماعة او تكون متصلة بالجرس، يعني على حسب حالة الايه التليفون دلوقتي هو بيرن ولا التليفون مش ايه انا رافعة السماعة بتاعته. يبقى الكلام ده كله عن طريق بيكون عن طريق ايه ريش الفصل وريش التلامس. احنا اتفقنا ان انا عندي ريش الفصل خاصة بايه اللي هي بتقوم بقفل السماعة ومجموعة قفل الايه الميكروفون، تمام؟ في الوضع الطبيعي بيكونوا غير متلامسين وبيكون ليهم فرع ألف وفرع ب، واحنا هنبدأ نشوف دي كده الشكل اللي بيوضح عندي ريش التلامس. انا عندي ادي ريش الفصل ودي ريش الايه العد او التلامس، بيكونوا متصلين عندي في فرع ألف وفرع ب. بيتحدد اتصال الريش دي او انفصالها عن طريق ايه؟ عن طريق ان في مثلا تيار جاي هيبدأ الجرس يرن او اني انا رافع السماعة، تمام؟ ده زي ما اتفقنا هو الشكل الخاص بالدايل. والشكل الخاص بالدايل ده في العدد التليفونية بنسمي العدة اللي فيها القرص ده عدة اوتوماتيكية، تمام؟ نظرية عمل الدايل. هو الدايل دوت بيشتغل ازاي يا ولاد؟ بنقول ان انا اول ما ببتدي اقوم بعملية ادارة للدايل، خلاص اول ما بدوره ما بلف وابتدي اتصل برقم، ممكن اول ما اشيل ايدي بيحصل ايه؟ بيبدأ يقوم الدايل يعود الى مكانه مرة تانية. طيب اثناء عودته ايه اللي حصل؟ حصل فصل واتصال بطريقة معينة لمجموعة الريش، لمجموعة الايه الريش عندي اللي هي ريش الايه العد، تمام؟ طيب اثناء العودة ايه اللي هيحصل للدايل؟ انا عندي اثناء العودة بيحصل تلامس لريش الفصل، بتتلامس ريش الايه الفصل. طيب ولما توصل لوضعها الطبيعي بيحصل ايه؟ بيحصل عندي انها بتنفصل. يبقى انا عندي بيحصل عملية اتصال وبيحصل عملية فصل. امتى؟ اثناء الاتصال بالايه بالرقم هنا بيعمل لي حالة اثناء الاتصال، واثناء العودة بيعمل لي حالة تانية للايه للريش اللي هي بتتحدد ان انا عندي حالة فصل او اتصال في مجموعة الايه الريش. طبعا العملية دي بيتم تكرارها لغاية ما بقوم بعملية الاتصال ايه كاملة بالارقام اللي انا بتصل بيها، سواء مثلا انا بتصل بالثمان ارقام والكلام ده كله، تمام؟ اهم حاجة نبقى فاهمين ان انا اول ما انا اتصلت بالرقم كل رقم عندي بيظهر له نبضة، كل رقم عندي بيكون ايه بيوصل نبضة من عن طريق الايه السنترال. يبقى اتصالي بعت نبضة للايه للسنترال، اتصالي بكل رقم يعني 2 لوحدها هتدي نبضة بشكل معين،
الخمسة هتدي نبضة بشكل ايه معين، الى ان تصل لما انا اكون عملت عملية الاتصال بالرقم الكامل هلاقي ان في مجموعة من النبضات وصلت الى السنترال، تسمى النبضات دي بقطار النبضات. تمام، انا عندي دي شكل النبضات اللي هي عبرت عن رقم الايه المشترك اللي انا طالباه. لو احنا بصينا يا اولاد على مجموعة النبضات دي هنلاقي ان انا عندي هنا كل نبضة بتختلف عن التانية. ليه؟ لان انا عندي كل رقم هيختلف في عودة الدايل لوضعه الاساسي هتختلف عن الايه عن النبضة التانية. دي شكل الثمان نبضات اللي بتعبر لي عن رقم الشخصية اللي انا بطلبه. تمام، لان احنا عارفين ان الرقم بيكون عبارة عن ايه في الارضي، عبارة عن 8 ارقام. لو حصل اي تغيير في سنترال بيعملوا تغييرات للايه للاستقبال عندي لطريقة النبضات. تمام، عندي النوع الثاني اللي هو الدايل بنظام تعدد الترددات. يبقى انا عندي الاولاني اللي هو بقرص اسمه تعدد الايه النبضات، وبيوصل مجموعة النبضات دي للسنترال اثناء اتصالي بالايه بالرقم. طيب انا عندي في عدة تليفونية ما فيهاش قرص، فيها اللي هي عدة زي ما احنا شايفين كده اللي هي العدة الايه الرقمية اللي احنا بنقول عليها العدة الرقمية. دي اسمها ايه الدايل بتاعها، او الجزء اللي انا هضغط عليه على الارقام دي اسمها دايل بتعدد الترددات. نظام الدايل بتعدد الايه الترددات اللي هي عبارة عن مجموعة من الازرار بتعتمد فكرة عملها على تلامسي للايه للرقم. انا اول ما بضغط على الرقم دوت بيوصل تردد ايه معين. هنشوف التردد دوت ازاي بيوصل للسنترال علشان يحدد لي الرقم اللي انا بطلبه علشان يتم توصيلي بايه بهذا الرقم. يبقى ده اسمه نظام تعدد الايه اولاد، نظام تعدد الترددات. في نظام تعدد الترددات بيكون عبارة عن عندي مجموعة ارقام بتكون لها وضع رأسي ومجموعة ارقام لها وضع افقي. تمام، الارقام في الوضع الرأسي والوضع الافقي بتاخد ترددات معينة، ترددات منخفضة مجموعة من الترددات المنخفضة ومجموعة تانية من الترددات العالية. انا عندي دي شكل او ارقام الترددات المنخفضة بتناظر الترددات اللي هي 941 852 770 697 وهكذا، ودي تسمى ترددات منخفضة. وعندي المحاور الرأسية بتسمى بالترددات الايه العالية. انا عندي ترددات منخفضة وترددات عالية. طيب انا استفدت ايه او فهمت ايه من موضوع الترددات المنخفضة والترددات العالية؟ احنا عندنا ده الشكل. انا عندي دي لوحة المفاتيح او الدايل اللي احنا هنقوم عن بيه الاتصال من خلاله. لو انا اولاد مثلا اخترت رقم، ضغطت على رقم 5، تمام، ادي رقم 5 مثلا اللي انا هضغط عليه، ايه اللي هيحصل؟ شايفين كده انا عندي هنا مجموعه من الترددات المنخفضه اهي، تمام، وعندي مجموعه تانية من الايه الترددات الايه العاليه. طيب ايه اللي بيحصل؟ الخمسه دي تعادل كام هنا؟ بصوا هتقابل كام؟ هتقابل رقم 770. تمام، ده في الايه في الافقي. طب والرأسي؟ الخمسة اهي هتنزل كده هتعادل ايه 6133، 6133. تمام، ده كده شكل الايه شكل الترددات اللي هتقابلها. يبقى هي هتقابل التردد ده وهتقابل التردد ايه ده كده. ده بالنسبة للتردد الخاص برقم 5. هيتم ارسال التردد الخاص برقم 5 ده، يبقى انا وصل للسنترال لما انا ضغطت على رقم 5، الترددين اللي بيقطعوا الرقم 5 سواء افقي او رأسي، هم هناك عندهم الترددين لما ظهر عند السنترال عبر عنه بالرقم ايه بالرقم 5. عندي الترددات اللي هي 1400 مثلا 77، لو احنا خدنا رقم 9، رقم 9 هيقابله ايه؟ هيقابله التردد 852 والتردد 1477. تمام، ده بالنسبة لي كمثال لأي رقم أنا بطلبه. طبعا بكمل كل الأرقام اللي أنا عايزة أطلبها، فكل رقم بضغط عليه وصل له ترددين.
وصل له ايه تردد الى عمليه انهاء الرقم اللي انا ببتدي اتصل بيه. عندي الدايل ده بيكون في اسفل الارقام اللي احنا شايفينها قدامنا دي بيكون في مجموعه من الملامسات في الجزء الداخلي للعده التليفونيه، وفي جزء رقيق من الصفائح المعدنيه بتعمل عمليه الايه التلامس علشان تقوم بارسال الترددين دول لمين؟ للسنترال. عندي بعد كده في دوائر العدد التليفونية، أول حاجة العدة التليفونية يا أولاد ليها هي أنواع كتير، فكل عدة بيكون ليها دايرة بتكون العدة التليفونية اللي هي الدايرة الداخلية بتاعتها أو المكونات الداخلية للعدة التليفونية. عندي نوع من أنواع العدد التليفونية اللي هو عدة البطارية المحلية الماجنيتو. ايه عدة البطارية المحلية الماجنيتو؟ بنقول ان عدة البطارية المحلية دي كانت عدة من النوع القديم، هي مش مستخدمة دلوقتي خلاص، بقت ما بقاش في منها، لان احنا بنستخدم العدد الايه الاوتوماتيكية اللي هي عدة ذات النبضات والعدة ذات الايه الترددات. انما البطارية المحلية دي ما بقاش في استخدام ليها، ولكن لازم ناخدها علشان اي تطور في عدة علشان انا افهمها ما جاتش كده لوحدها، لازم تكون مبنية على جزء ايه على اللي قبلها، تمام؟ علشان كده بنلاقي ان التشابه ما بين العدد في التكوين الداخلي قريب جدا من بعض، ممكن نلاقي اختلاف بسيط، تمام؟ مثلا بطارية اتلغت مثلا في العدة التليفونية نتيجة لان هم وصلوها بالايه لغوها وتم توصيلها فين في السنترال. يبقى انا كده بس الاجزاء الداخليه، الاجزاء الداخليه في العدد بتتشابه، يعني ما فيش عده مثلا مش هنلاقي فيها جرس، لان مثلا انا عندي دلوقتي عايزه لما حد هيتصل بيا ايه اللي هيحصل؟ لازم الجرس ايه جرس التليفون يضرب، يبقى في اي عده منهم لازم هلاقي جرس، تمام؟ طيب والميكروفون والسماعه، طب ما هو لازم، ما انا هسمع ازاي الشخص اللي متصل بيا او هكلمه ازاي؟ يبقى احنا متفقين اني العدد التليفونية بتكون أجزائها متشابهة في التركيب الايه التكوين الداخلي. أول حاجة مكونات العدة التليفونية الماجنيتو عبارة عن ايه؟ زي ما احنا اتفقنا مفيش عدة هتخلو من الجرس، يبقى أول حاجة عندنا الجرس المستقطب. طيب هو أنا هينفع أتكلم من غير ميكروفون؟ لا، يبقى أنا عندي أول حاجة عندي كمان الايه الميكروفون. طيب الميكروفون ده بنسميه ايه؟ بنسميه المرسل. طيب تاني حاجة السماعة، والسماعة اللي هي المستقبل. يبقى أنا عندي الجرس، الميكروفون، السماعة، والميكروفون والسماعة اللي هم يعبروا عن الإرسال والاستقبال. عندي المولد، وعندي ملف الحث، والبطارية، والجنش. يبقى لما يجي سؤال يقول لي اذكري مكونات عدة التليفون الماجنيتو، هنقول المكونات عبارة عن جرس مستقطب، المرسل، المستقبل، المولد، ملف الحث، البطارية، الجنش. ده شكل الداخلي لمكونات العدة التليفونية اللي هي البطارية المحلية الماجنيتو. ده الشكل بتاع الدايرة عندنا زي ما احنا شايفين. ده بيعبر عن، ناخد الجزء هنا هو دي السماعة، ده عندي الجرس، وهنا ده حاجة تسمى بالقاطع، المولد، دي ريش الجنش اللي هي مكتوب عندها رقم 2 ورقم 1، عندي هنا هو الملف الابتدائي والملف الثانوي، والبطارية، والمايك. انا عندي عدة التليفون الماجنيتو بتنقسم الى 3 اقسام، الثلاث اقسام دول اللي هم دايرة الكلام والسمع ودائرة الإشارة اللي هي دائرة الضرب أو النداء. يبقى ده أجزاء الإيه العدة التليفونية. يعني لو جه سأل وقال تنقسم العدد التليفونية إلى نقط ونقط ونقط، بتنقسم إلى 3 أجزاء أولاد، إيه هما التلات أجزاء دول؟ أول حاجة دائرة الكلام، دائرة السمع، دائرة الإيه النداء أو الضرب. نيجي ناخد دائرة دائرة من الجزء ده، يعني هنقسم الدايرة الكبيرة دي
الى مجموعه من الاقسام، لان هو في اي امتحان ممكن يقول لك دايره الكلام بتتكون من ايه، دايره الكلام لوحدها هي عباره عن ايه، يبقى انا هقول الجزء الخاص بدايره الكلام. انا عندي ان هو زي ما احنا شايفين في الرسمه دايره الكلام لقينا فيها ايه يا اولاد، انا هتكلم معنى كده ان لازم يكون في ميكروفون، يبقى اول حاجه الميكروفون، واحنا عارفين انا عندي لازم يكون في بطاريه خلاص عشان تغذي الايه الميكروفون، يبقى اول حاجه في الدايره المحليه اللي هي دايره الكلام عندي الميكروفون، البطاريه، مجموعه ريش الجنش، انا عندي ريش الجنش مجموعتين، انا عندي ادي المجموعه الاولى وعندي الملف الابتدائي، يبقى ده مكونات الدايره المحليه الجزء الخاص بدايره الكلام. عندي بعد كده دايره السمع او الدايره الثانويه، طالما دايره سمع خلاص انا هسمع من ايه، انا بسمع بالسماعه، يبقى اول مكون عندي في دايره السمع يكون السماعه، وعندي كمان ريش الجنش، يبقى انا عندي في جزء في ريش الجنش بحطه في دايره السمع، والجزء الثاني او مجموعه ريش الجنش الثانيه بتتحط في ايه في الكلام خلاص. عندي بعد كده الملف الايه الثانوي، يبقى كده الجزء ده سهل وبسيط، ان انا عندي دايرتين، دايره كلام ودايره سمع. كلام خلاص عرفنا، كلام يبقى لازم يكون فيه مايك، والمايك يكون متصل عندي بريش جنش. طب والناحيه الثانيه السماعه، وبرده لازمها ريش ايه جنش، وعندي الملف الابتدائي والثانوي في جزء في الكلام وجزء في الايه في السمع. عندي الدايره الثانيه اللي هي دائره الضرب. ايه هي دائره الضرب؟ دي الدائره اللي بتقوم بعمليه ضرب الجرس، يبقى طالما دائره ضرب الجرس يبقى طبيعي هيكون فيها ايه يا اولاد، لازم من محتوياتها الجرس تمام. عندي كمان في القاطع الاوتوماتيكي للايه للمولد، يبقى الجرس والقاطع الاوتوماتيكي للايه للمولد، وده بالنسبه لدائره الاشاره او الضرب. عندي بعد كده دائره النداء. دائره النداء عباره عن قاطع ومولد، عباره عن قاطع وايه ومولد. لو احنا لاحظنا ان انا عندي في الجزء الاولاني دايره الاشاره خدنا القاطع والجرس، يبقى احنا خدنا القاطع والايه والجرس، لما نقلنا على دايره النداء خدنا القاطع والايه والمولد، يعني اكن الجزء ده منقسم، الجزء اللي فوق خلاص حاجه والجزء اللي تحت ايه حاجه، يعني ده الايه النداء من اول القاطع، يبقى القاطع عندي مشترك ما بين الجرس والمولد تمام كده. نيجي نشوف يا اولاد بعد كده دائره البطاريه المشتركه اللي هي سي بي. ايه هي دائره عده البطاريه المشتركه؟ بتتكون دائره عده البطاريه المشتركه من مجموعه من الاجزاء. هنلاقي يا اولاد اغلب الاجزاء زي ما قلناها بالظبط في الايه في المغنيتو مع اختلاف بسيط. ايه هي المكونات؟ لو بصينا للدايرة هنلاقي انا عندي هنا مجموعة من ريش الجنش والمايك والسماعة، الملف الابتدائي والثانوي، وادي الجرس. هنا في مكثف تمام، يبقى انا عندي بتتكون الدايرة البطارية المشتركة من المايك الميكروفون يعني، والميكروفون كمرسل، والسماعة كمستقبل، وعندي ملف الحث والجرس المستقطب والجنش والمكثف تمام. ده مكونات البطارية المشتركة، عدة البطارية الايه المشتركة، وده الشكل بتاعها بصورة اوضح زي ما انتوا شايفين يا اولاد. وعندي هنشوف ايه هي النقطة اللي مكتوب عليها L1 وL2. ناخد جزء جزء من الدايرة دي. اول حاجة عندنا زي ما اتفقنا ان انا عندي العدة التليفونية بنقسمها الى مجموعة من الاجزاء، جزء خاص بالسمع، جزء خاص بالكلام، جزء خاص بالايه بالنداء. اول حاجة لو انا جيت على الجزء الخاص بالسمع اسمه الدائرة المحلية اللي هي دائرة الايه السمع. دائرة السمع عبارة عن السماعة والملف الثانوي الاثنين،
يبقى بتتكون من قسمين، جزئين او عنصرين، السماعة والملف الايه السنوي، ده اسمها دائرة السمع. عندي بعد كده دائرة الكلام. طب دائرة الكلام بديهي خلاص، احنا عارفين دائرة الكلام، يبقى لازم يكون عندي الميكروفون وريش الجنش والملف الابتدائي، لان الملف الابتدائي والثانوي بيكونوا جزء منهم في الكلام وجزء في الايه في السمع. انتوا قفلتوا التصوير؟ ده كده بالنسبة للدائرة الايه الثانوية اللي هي دائرة الكلام، زي ما قلنا عبارة عن مايك والملف الثانوي وريش الايه وريش الجنج. نيجي بعد كده للجزء الخاص بدائرة الإشارة أو الضرب. عبارة عن ايه؟ دائرة الإشارة أو الضرب يبقى طالما فيها ضرب، يعني الجرس بيضرب، يبقى فيها جرس، والجرس ده لازمه مجموعة من الايه اللي هي مجموعة الريش، يبقى الجرس والريش وبيتصل بيهم المكثف. يبقى احنا دلوقتي عرفنا لما يجي يقول لي دايرة، سواء دايرة ضرب او دايرة كلام او دايرة سمع، في حاجات ثوابت اساسية انا لازم اكون عارفاها، سواء ضرب او سمع او كلام. عندي هنشوف ازاي بتشتغل العدد التليفونية، عندي مجموعة من حالات تشغيل العدة التليفونية. أول حالة عندنا من حالات التشغيل اللي هي حالة الإشارة أو الضرب. يعني إيه حالة الإشارة أو الضرب؟ إن أنا دلوقتي في التليفون الأرضي، السماعة بتاعت التليفون محطوطة، تمام، محطوطة على التليفون. اللي بيحصل لو حد اتصل بيا، الجرس هيبدأ إيه؟ يضرب، تمام؟ فدي بنسميها حالة الإشارة أو الإيه؟ الضرب، اللي هي السماعة بتكون موضوعة على الجنج. الجزء يا أولاد اللي هو بتكون السماعة محطوطة عليه يسمى الجنج، يسمى إيه؟ الجنج. فعندي طالما السماعة محطوطة على الجنج، بتكون في مجموعتين من الريش، مجموعة الريش الجنج واحد، ودي بتكون منفصلة، ومجموعة اتنين بتكون متصلة. ليه مجموعة واحد ومجموعة اتنين؟ عرفت منين ان دي منفصلة ودي متصلة؟ هتبصوا على الدايرة هتلاقوا ان انا عندي في مجموعة ريش هتتصل بايه؟ هتتصل بالجرس علشان يرن. يبقى اللي متصلة بالجرس، سواء انت بقى سميتها واحد او اتنين، اللي متصلة بالجرس في حالة الضرب هي اللي هتكون متصلة. الريش اللي عند الجرس هي اللي هتكون ايه؟ متصلة، تمام؟ والريش التانية هي اللي هتكون منفصلة، لان انا حاطه السماعه، فلازم لما حد يتصل بيا الجرس ايه؟ يضرب. ده معنى ريش الجنج متصله او منفصله. طيب ايه اللي حصل علشان الجرس بتاع السماعه، جرس التليفون ضرب؟ انا عندي في تيار جايلي، خلاص، التيار ده جايلي منين؟ جايلي من السنترال، يسمى تيار الضرب. يبقى انا لما الجرس بتاعي بيرن، يبقى في تيار جالي من السنترال اسمه تيار الضرب، وتيار الضرب ده جاي لي منين؟ جاي لي عن طريق النقطة L1 وL2 اللي احنا قلنا هنشوفهم ايه ونتكلم عنهم، تمام؟ يبقى جالي تيار من عن طريق السنترال وصل للنقطة L1 وL2، تمام؟ ده تيار ضرب. يبقى انا عندي، يبقى الجرس هيشتغل. طالما الجرس هيشتغل، لازم الريش دي تكون ايه؟ تكون متصلة. الريش اللي متصلة اللي ماسكة في الجرس دي هي اللي تكون ايه؟ متصلة. طيب ومجموعة الريش التانية تكون في حالة ايه؟ في حالة فصل. في حالة ايه يا اولاد؟ في حالة ايه؟ فصل. وهنشوف حالة عكسية في حالة ان انا ابدأ ارفع الايه؟ السماعة، تمام كده؟ يبقى دي اول حاجة، ان انا جالي السماعة موضوعة، فجالي تيار ضرب لما حد اتصل بيا، جالي تيار ضرب، تيار الضرب دوت هيدخل من النقطة L1 وL2، هو أصلا جاي لي من السنترال. فهنلاقي إن أنا عندي الريش اللي متصلة بالجرس في حالة توصيل، خلاص، فهيحصل إيه؟ هيبدأ عندي عملية إن أنا أسمع الجرس، تمام. طب بعد ما سمعت الجرس إيه اللي بيحصل؟ هبدأ أرفع السماعة علشان أتكلم.
انا رفعت السماعه، يبقى لما برفع السماعه ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الوضع بتاع ريش الجنج اتعكس، الريش اللي متصله بالسماعه هي اللي بقت في حاله اتصال، وطبيعي ريش الايه الجرس انفصلت، ريش الجرس انفصلت لان انا رفعت السماعه، فخلاص الجرس مش هيرن طول ما انا رافعه السماعه. تمام. وهيكون جاي لي تيار التغذيه من البطاريه المشتركه، البطاريه سي بي. طبعا بتكون البطاريه ديت موجوده فين؟ موجوده في السنترال. عندي هنا التيار جالي من السنترال، تمام، هيتنقل عن طريق الفرع L1 زي ما احنا شايفين في الاسهم دي بتعبر عن مرور التيار، هيتنقل وهيتنقل الى ايه؟ هيتنقل على الميكروفون. تمام كده. ايه اللي هيحصل؟ طبعا عارفين الميكروفون هيحول، انا عندي الميكروفون لما انا بتكلم ايه اللي بيحصل يا ولد؟ هياخد الذبذبه بتاعت الصوت بتاعي ويحولها الى ايه؟ الى اشاره كهربيه متغيره بتعبر عن الصوت، بحول. ودي وظيفه الميكروفون، وقلناها في بدايه شرحنا للايه؟ للاتصالات. لازم نبقى عارفين السماعه بتعمل ايه؟ الميكروفون بيعمل ايه؟ لان ده اساس ماده الاتصالات. تمام كده. عندي بعد كده تالت حالة عندي اللي هي حالة السمع. حالة السمع انا عندي طبعا طالما حالة سمع هكون رافعة السماعة من على الجنش، فبتكون في مجموعة ريش. طالما رفعت السماعة يبقى الريش الاولانية اللي متصلة بالسماعة هتكون هي اللي في حالة اتصال زي ما احنا قلنا، والريش اللي في الجرس هتكون منفصلة. عندي في حالة السمع جاي لي تيار، تيار يسمى بتيار الايه؟ الكلام. بصوا يا اولاد التيار جاي لي في حالة السمع منين؟ جاي لي من هنا، من النقطة من السنترال على النقطة اللي ايه؟ واحد. هنلاقي ان انا عندي التيار اتنقل الى المكثف زي ما احنا شايفين، وراح على ريش الايه؟ الجنش هنا، وبعدين اتنقل الى الملف الابتدائي والملف الثانوي لغاية ما وصل عملية ايه؟ وصل لي السماعة، يعني التيار ده وصل لايه؟ للسماعة. بيحصل له عملية ارتداد مرة تانية، تمام؟ وبيرجع من السماعة، بيرجع الى النقطة اللي واحد مرة ايه؟ مرة تانية. ده كده الدورة بتاعت تيار الكلام، دي كده الدورة بتاعت مرور تيار الايه؟ الكلام. بيتنقل تيار الكلام زي ما احنا قلنا من الملف الابتدائي، هيتنقل الى الملف الايه؟ الثانوي. طبعا عارفين انتقال التيار من الملف الابتدائي للثانوي بيكون عن طريق الحث المتبادل ما بينهم، لان ده عبارة عن ملف من السلك النحاس زي ما احنا خدنا قبل كده. تمام. وعرفنا كمان وظيفة السماعة، السماعة هتخليني ابتدي اسمع الكلام اللي هو كان اصلا جاي لي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اشارة. عندي الحالة الرابعة حالة النداء. ايه هي حالة النداء؟ حالة النداء اللي هي حالة نداء السنترال. هو انا بنادي على السنترال؟ ايوه. ازاي؟ انا لما برفع السماعة عندي يا اولاد، وببدأ عندي لما ارفع السماعة من على الجنش، هتحصل ايه؟ هيحصل ان في لمبة عند السنترال هتضيء. طبعا كل شخص مننا عنده خط تليفون بيكون فيه لمبة في السنترال ايه؟ بتنور. امتى بتنور؟ بتنور اول ما انا ارفع الايه؟ السماعة. ودي تسمى لمبة الخط. اسمها ايه يا اولاد؟ لمبة الخط. طب لما نورت لمبة الخط، طبعا لمبة الخط دي نورت وفي موجود هناك عامل سنترال. طيب لمبة الخط نورت نتيجة ان انا رفعت السماعة، خلاص، فمر تيار البطارية الايه؟ المشتركة. تمام. عامل السنترال بيبدأ يرد على الشخص او الرقم اللي رفع الايه؟ السماعة. يمكن الجزء ده كان قديم شوية، ان انا لما باجي اتصل كان متصل في فترة بسيطة كان في بعض المحافظات، انما دلوقتي تقريبا هو اتلغى خالص، خلاص، لان انا دلوقتي بيتم عملية الاتصال ايه؟ القائم. طبعا كان الاول هو بيرد ويشوف كمان ايه الرقم
اللي انت عايز تتصل بيه وهو بيوصلك بيه مباشر، تمام. بعد كده عندنا دايرة عدة التليفون الاوتوماتيكي، دوائر عدة التليفون الاوتوماتيكية اللي هي دائرة ذات النبضات ودائرة ذات النغمات. يبقى انا عندي دايرتين اوتوماتيكية اللي هي نبضات وايه؟ نبضات ونغمات. عندي هنشوف دايرة العدة التليفونية الاوتوماتيكية، ده شكلها عندي هنا، هو بتتكون من مجموعة من الملفات اللي واحد او الف وب وجيم والسماعة ومكثف سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة والمايك، تمام. وعندي الجرس الايه المستقطب وريش الجنج والدايل. ده الشكل بتاع العدة التليفونية الاوتوماتيكية. عندي اولا عدة التليفون الاوتوماتيكي ذات النبضات. ذات النبضات بتتكون من المرسل، الجزء ده مشابه للي احنا قلناه بالظبط، بتتكون من المرسل والمستقبل اللي هو الميكروفون والسماعة، الميكروفون مرسل والسماعة مستقبل. عندي ملف الجنج، ملف الحث ألف وب وج، وعندي الجرس المستقطب والمكثف والجنج والايه والضايل. هناخد الجزء الاول في دائرة العدة التليفونية ذات النبضات. عندي دائرة العدة التليفونية اللي هي اولا دائرة الكلام. دائرة الكلام هي عبارة عن الجنج زي ما احنا شايفين، الجزء الخاص من الدائرة ده جزء مقتطع من الدائرة ويعبر عن الجنج والضايل. وعندي الملف الاول والميكروفون والمكثف اللي هو سي اتنين. دي كده الجزء الخاص بدائرة الكلام او العناصر المكونة لدائرة الايه الكلام في دائرة العدة ذات النبضات. يبقى انا لما يجي لي سؤال في الجزء ده يا اولاد اركز علشان ما تلخبطش من عدة الى عدة، اشوف هو طالب مكونات ايه، انهي جزء وفي انهي عدة، لان كل عدة هتختلف. الاختلاف بسيط بس هيكون فيها ايه اختلاف. يبقى ده مكون دائرة الكلام في انهي عدة؟ في العدة ذات النبضات. عندي نيجي على دائرة السمع. دائرة السمع هنا بتتكون من السماعة والملف ب وجيم وعندي المكثف سي تلاتة. يبقى ده بالنسبة لنا الجزء الخاص بالايه؟ الجزء الخاص بالسمع. عندي دائرة الإشارة أو الضرب، زي ما اتفقنا ضرب يعني فيها جرس. يبقى عندي بتتكون من الجرس المستقطب والمكثف سين واحد. ده بالنسبة لدائرة الايه؟ دائرة الضرب. في بعض الحاجات يا ولاد هتلاقوها ثابتة معاكم، مش هتنسوها، زي الضرب يبقى مثلا لازم يبقى في المكونات جرس، السمع لازم يبقى سماعة، الكلام يبقى لازم مايك. في بعض الثوابت انت تلاقي نفسك عارفها من غير ما تحتاج ان انت ايه تحفظها. انت هتحفظ الحاجة اللي حاسس ان هي ممكن تكون بالنسبة لك غريبة او ممكن تنساها. عندي بعد كده حالة الاشارة او الضرب. هنشوف ازاي بتشتغل او بيحصل ضرب للجرس في العدة دي. في الحالة دي انا عندي السماعة، طبعا طالما الجرس هيضرب يبقى السماعة عملة، السماعة موضوعة على الجنش، تمام. طيب لما السماعة اتحطت على الجنش ايه اللي حصل؟ انا عندي في مجموعة ريش، مجموعة الريش اللي هي عندي الريش ده الواحد دي هتكون منفصلة، هتكون ايه منفصلة، تمام. وهيبدأ عندي في طيار هيجيلي من النقطة اللي واحد هيمر على الجرس ومنه الى المكثف. يبقى ده عندي مرور التيار، هيمر من الجرس لايه يا اولاد؟ للمكثف. وتسمى الجزء ده اللي هو حالة الاشارة او حالة الضرب. ونركز ان في الحالة دي الريش عندي او الجنش عندي ماله؟ الجنش هيكون منفصل. الجنش هيكون ايه؟ منفصل. عندي بعد كده الحالة التانية اللي هي حالة الكلام. حالة الكلام فيها ان انا عندي
جاي لي تيار، طبعا طالما هتكلم يبقى انا رافعه السماعه. يبقى اول حاجه ابدا بيها ان انا لو انا كلام هبقى رافعه السماعه ولا وضعاها، لو في جرس يبقى المفروض السماعه تبقى محطوطه ولا موضوع. دي حاجات معروفه بالنسبه لكم ان شاء الله وتكون بسيطه. في حاله الكلام انا طالما هتكلم يبقى انا رفعت السماعه، طالما رفعنا السماعه ايه اللي هيحصل؟ ان انا عندي ريش الجنش دي هتبقى متصله، تمام؟ طيب هتتصل ليه؟ لان انا عندي فيه هنا تيار لازم يوصل، ما انا هتكلم خلاص يبقى التيار جاي لي من هنا من النقطه ايه؟ الاتنين، هيمر كده. عمره يا اولاد ما هيمر لو الريش دي مفتوحه، لان احنا عارفين ان لازم علشان الدايره يتم توصيلها اي دايره الكترونيه يكون في كدايره ايه؟ مغلقه. يبقى انا عندي لازم هنا يكون ايه؟ الريش دي طالما التيار جاي لي من هنا تكون متصله، هيمر من الريش الى الدايل مارا بالايه؟ بالميكروفون خلاص. ويبتدي انا عايزه هنا اهوت هيبدا عمليه ايه؟ عوده للتيار للنقطه اللي ايه؟ اتنين، هينتقل الى الايه؟ الى الملف. ده اول حاجه عندي. يبقى انا عندي في حاله الكلام مر التيار من النقطه الاتنين، هيتنقل الى الريش والايه؟ والجنش، ولازم يكون في حاله اتصال مرا بالايه؟ هتكلم يعني الميكروفون. يبقى مر التيار دوت، تيار الكلام هيمر للايه؟ هيمر الى الميكروفون، ومنه للملف الى النقطه الواحد مره تانيه، تمام كده؟ عندي طبعا طالما مر تيار يعني تيار التغذيه بتاعنا اللي هو التيار المستمر الصادر من البطاريه اللي موجوده في الايه؟ في السنترال. الصادر من البطاريه الموجوده في الايه؟ في السنترال. ويمكن ده السبب اللي كان على اساسه تم تغيير العدد التليفونيه اللي هي عده الماجنيتو اتلغت علشان كده، لان كانت هي البطاريه بتكون موجوده بداخلها. دلوقتي البطاريه بقت موجوده فين؟ موجوده في السنترال. الميكروفون اللي هو المرسل، طبعا الميكروفون هيحول الذبذبات الصوتيه الى تيار متردد يعبر عن الايه؟ الكلام. ده اللي احنا بنقوله عندنا في الجزء الخاص بالمايك، واللي احنا قلنا لازم نبقى عارفين كتعريف مايك او وظيفه ليه. طيب الجزء الثاني من تيار الكلام الصادر من الملف، الملف اللي هو الملف 3 او جيم. الملف ده هيتولد فيه ايه؟ هتولد فيه عندي تيارين، التيارين دول هيكونوا تيارين متضادين يعني عكس بعض في الاتجاه. طيب ايه اللي فادني ان التيارين المتضادين دولت اتولدوا داخل الملف؟ هنلاقي ان دوت هيخلي ان فرق الجهد هيكون صفر، وبالتالي هينعدم مرور تيار في لين؟ في السماعه. ليه؟ علشان انا لما اتكلم الاقي نفسي ان في ما اسمعش الصوت وانا ايه؟ بتكلم، تمام كده؟ ده بالنسبه للجزء الخاص عندي باخر حاله اللي هي حالة السمع. وإن شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن حالة السمع بالتفصيل ونكمل شغلنا معاكم. بشكركم، وقتنا خلص معاكم بسرعة. شكرا، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.